المكان افضل من مكان او على الاقل كمكان. يعني خلي اللي بعدك يستمتع في المكان، سواء كان كورنيش، بر، حديقه، اي مكان خله كمكان او افضل من مكان. الان احنا في الساحه الخارجيه اللي فيها لعب طلاب وقت الفسحه، وقت بعد الفسحه، اي وقت يلعبون فيه هنا في هذا المكان. في ميزه صراحه، يعني سبحان الله كيف تعلمنا اطفال اشياء وعبر وقصص واشياء جميله. من الاشياء اللي تعلمناها اليوم وتعلمتها انا النظافه. يا رجل النظافه عندهم شيء خنفشاري. يعني طلاب، عندك طلاب يمسكون اكياس زباله عشان الطلاب ما يروحون يرمون في الارض. عندهم الحمد لله يعني بعد ما خلص الفسحه بثواني جينا شفنا الملعب، كان فيه ازعاج وقتها وكذا وصوت، شفنا المكان هذا الساحه ما في ولا ورقه واحده ولا شيء خفيف اللي فيه، عشان ما بالغ في شيء خفيف، شيء ممتاز. شواطئ الجبال الصناعية نظيفة جدا، في سببين لهالشيء. السبب الأول إنه في عمال متخصصين في هذه الشواطئ ينظفونها يوميا، والسبب الثاني إنه الهيئة الملكية نفسها تحاول إنها ترفع الوعي لدى الناس. النظافة شيء أساسي للحفاظ على الطبيعة، لكن أيضا إعادة تدوير شيء مهم للحفاظ على الطبيعة. إعادة تدوير شيء جدا مهم، لأنك أنت قاعد تأخذ الأشياء الغير مستخدمة اللي خلاص خلصنا منها وقاعد تستخدمها وتستفيد منها وتفيد نفسك وتفيد الناس. المنطقة الشرقية سوت مشروع جدا رائع لإعادة التدوير، لكن للأسف إنه ما كان في وعي عند الناس فصار مسحوب عليه. النظافة وإعادة التدوير لازم تكون قيم أساسية عندنا في المجتمع عشان نكون أرقى.